دايري ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله, وصباح جديد ونهار جديد. ويلاه الشميشه كتشرق كتشفق, ماشي كتشرق كتشفق. هانتوما الى تبان لكم راه هي يلاه عاد طالعه واحد المنظر رائع. اش غنقول لكم, نط بالكشايف والله يلا بالكشايف باش نتا البنات, وماشي غير انا حتى بنيتاتي نضوا بالكشايف, لان جينا فخدينا الترند ديال 6 ديال الصباح. والحال واللي خايب في هذا الشيء, ماشي اللي خايب في هذا الشيء, هو اننا مازال متعودين السهر. عرفتي البارح فاش نعسنا صوروا الناس انا حتى ل 3 اونس عاد نعست, ولادي حتى هما كانوا ناعسين ديجا معطلين, يعني ما كانوش ناعسين بكري. على داك الشيء دابا فيهم الموت ديال الناس. كم مروه قلت لها مسكينه يلا نمشيو عند ميما ياكي, قلت يلا نمشي عند ميما في الدران دغيا دغيا مسكينه فقط. وزينب بكيت عليها هوضي 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 والو ما قدرتش تنوض. دابا ها هي ناعسه قدامي, جات نيشان بعد جات الدران خلات نيشان جلست نعسات. المهم خديت الدران ديال 6 كاينه حتى في 6 و 13 دقيقه, كاينه الدران ديال 10 كاينه الترند ديال 12. دونك الترند ديال 12 كدير شونجمون 100%. هادي ديال 6 الصباح وديال 10 الصباح ما عرفتش, يعني ما تاكدتش ليه, مازال ما قطعتش البيي حيت في السلوان عندنا ما كنقطعوش البيي حتى كنطلعوا حتى كنطلعوا لهنايا الترند هاكا كيدوز عندنا كونترولور وكنقطعو من عندو ورقه. دونك مازال ما عرفتش واش هادي شونجمون في توريت او لا. المهم ما عندنا ما نديرو, صفر دائما كيدكدك, وعارفه راسي غادي نوصل عيانه لان فريمون شحال هادي ما سافرت انا في الدران. مؤخرا وليت كنسافر غير في الطوموبيل, والطوموبيل يلاه 3 ديال الساعات ديال الطريق, اما الدران راه 6 ساعات تصور 6 ساعات حنايا في الدران فريمون بزاف. ايوا اش غادير, معليش ماشي مشكل, مره في الاختراعات كنهبط في الدران ماشي مشكل. ولكن فريمون عارفه راسي هاد النهار غادي نكون فاتيكي, لان ما نعساش مزيان. نعسه ما كان شي ساعه ونص اللي نعست, نعست مع 3 ونص فقط بالضبط عاد 5 وقسماي, يعني ساعه و 40 دقيقه هكا اللي نعستها. وتقول ما نعساش, تقول سهره, لان اون فوا درت غير هكا عاود حليت عيني ما حسيتش كاع بها كيفاش دازت. ايوا ماشي مشكل. المهم غادي نمشي لفاس ان شاء الله, وغادي نفلوغي لكم ان شاء الله فاس, ونبدلو الروتين ديال الدار. واخا نبدلو روتين بروتين ولكن كوم ميم, المهم غيتبدل شويه الروتين. صافي هذا ما كان, اكيد اي حاجه اخرى ولا هذا اكيد غادي نفلوغي لكم ان شاء الله. اهلا حبوباتي, المهم الحمد لله وصلنا على خير وبخير. يلا عاد نزل دابا من الدران وصلنا الحمد لله. المهم كدير الديبار مع 6 و 13 دقيقه كتوصل في 11 10 45, يعني 11 الارب, يعني ما كديرش الروطر. وصراحه ما حسيتش بالطريق, عرفتوا علاش؟ حيت بناتي نعسوا مع خدينا كومبارتيمون غير حنايا, ما كاين معنا حتى شي واحد. ضربناها بواحد النعسه كاملين. انا ما فقت حتى التازه, عاد فقت والله العظيم الا التازه. وبقيت هي هذيك مجبده, ما بناتي عاد دابا فاق. قلت لهم صافي حنا وصلنا, ما حسوش, قالوا لي صافي دغيا وما حسوش كاع بالطريق. المهم واخيرا جئت الى بلدي. صراحه توحشت فاس كندوز عليها, ولكن دابا توحشت فاس زعما حيت غنجلس فيها بعدا كوم ميم واحد الايام بعد داكشي علاش. المهم يلا كنطلقا. واو
المهم يلا عاد دابا دخلت للدار، سلمت على مالين الدار، ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجه حيت بقيت جالسه معاهم واحد شويه. دونك عارفيني غادي نوصل في 11 الله ربي، يعني عارفيني جايه انا بلا فطور. المهم واخا جبت معايا الفطور ديالي والله ما كلينا، بقينا غير ناعسين الطريق كامله وصافي. ودابا غادي نفطروا ان شاء الله. ماما مسكينه موجده الفطور كيف ما كتشوفوا، المليويات هما الوحيدين اللي ماشي هي اللي صوباتهم، شراتهم ولكن شراتهم على شي وحده كتصوبهم يعني بيديها صافي، وهي اللي صوبات البغرير وكلشي. ماما مسكينه عيانه حالتها، مازال مسكينه كتعرج. ظهر كل رجليك بجوج؟ ركبتها من فوخة. ايوا تمارة، ايوا. المهم غادي ندوزو نفطرو ومن بعد نتلاقى بيكم. شوفوا البنات هانتوما، شتيو داك السلك ديال الضو معلقة فيه هيدورة؟ شتي هاديك الهيدورة من العام اللي فات، والله العظيم الا من عيد الكبير ديال العام اللي فات، وهي من تما واش لاحوها وجات فوق السلوكة ديال الضو، واش كانوا دايرينها فوق السور ديال السطح وطاحت وجات فوق السلوكة ديال الضو، ما نعرفت. المهم العيد الكبير دعم لي فات، هادي عام دابا هو العيد جا، مازال ايام. المهم غادي نمشيو دابا للسوق ان شاء الله، نمشي معاها السويقه باش هكا نجر عليها الشاري ومنين يعمر وشنو اخر صافي. عاد نعاد غادي نطلعوا للدار، اصلا غادي تجي خالتي تغدى قالت لك معاها، يعني هابطه هي دابا باش المهم شو موجده بعدا نتينا الغدا نسيت ما قلت لك الكبايات عاد تمشي تسخري. المهم شتك شاويه الدنجان و درت الشلاضه وداك الشيء اللي كتشد الوقت، صوبات هما الواله والطيب مازال ما طيباتش. عاد تمشي تشوف شنو كاين في السوق باش تشريه ديروا الغدا. ايوا مهم نصور لكم السوق. بالنسبة للناس اللي متبعيني تيقولوا لي اسماء فين كتسكني، انا كنسكن في موظفين. انتوما هنايا كاين تطيب من هنا، هنايا كاين الدكارات، ها انتوما هاد الطريق هادي ديال الدكارات، راه الدكارات وهاد الجهة هادي اللي كتكون هكذا الفوق حي موظفين. خلوق من نهار خلق وتراضي حي موظفين، من نهار تولدت في هذيك الدار اللي حد الان باقي. بابا ملي كيبقى يهضر وداكشي كيقول لك نبيعوها، زعما كنقول له لا ابدا هذيك هي اللي ما تبيعهاش، هذيك دارنا فيها الذكريات. في خلاقي تاع سلام لاباس الحمد لله. المهم غادي نمشي للسوق من بعد نتلاقى. ها انتم شوفوا الخير، ها البصلة الحمراء، القريعات بالانواع والاشكال، القرعة السلاوية، القرعة الخضراء العادية. ماما هاد القرعة شنو كيعيطوا لها؟ تخريفي. المهم انا ما كنعرفش هادي السلاوية، هادي السلاوية وهاديك خضراء خلاص، القرعة عادية الخضراء هادي ما عرفتش سميتها. كاين الرجلة خلاص الخضرة السكسو. المهم تبارك الله السويقة عامرة بالخضرة والبطيخ والدلاح، البطاطا الحمراء والبطاطا البيضاء. ماما كتاخذ الخضره السكسو ماشي لهاد النهار، غير غتاخذها باش ما توليش تحاول تهبط للسويقه عاود. شحال خيزو؟ خيزو 120 قطعه. تخلطي 120 الثمن نفس الثمن. ها هو البرقوق، ها هاد البرقوق خضر ياك ماشي حلو؟ يا راه باقي وقته اذن تنكون غاده ونديه معايا. تبارك الله كبير ماشي داك الصغيور. 4 دراهم البرقوق 3 كيلو ب 4 100 ريال وخا. المهم غادي نهزو معنا حتى شي حاجه، غادي نديو كلشي هكذا في واحد عند واحد مول، واحد الدريري كيهز الماما هكا ملي كتقضى من عنده. حقك احسن هادشي ماشي ديالنا، غير هادشي اللي هنا هو اللي ديالنا.
كي قلت لكم قبيله قبل ما نهبطوا كانت ماما سالقه البطاطا وسالقه شو سميتها الباربه مقطيشه دايراها الشلاضه لهنايا الخيار خيار نعاود الخس وخلاص فجينا صوبات غير شي شويه هكا ديال الدنجال حيت كان عندها مشوي قلت لكم راه شواتو عاد هبطنا للسوق وهنايا شرات الرجله فاش هبطت معاها شرات الرجله وفجات خدات منها غير واحد شويه هو اللي صوبات وحيت ما تقدرش تصوبها كامله الا جات تصوبها كامله ما يكفيهاش الوقت خدات غير شويه هكا باش تحطها للغدا ولكن شي لاخر كله راه نقاتو يعني خاصها غير هكا تغسلها تقطعها باش تفور وبالنسبه غادي تخضر اللحم اتخضرها بهاد القرعه هادي هي اللي غادي ديرها للغدا وها هي اللي قلت لكم شتي رجلها كلها نقاتها دابا هادي كامله راها منقيه هادي تحشات هنا هادي كامله راها منقيه نقاتها وكل شيء صافي دابا خاصها غير تغسلها وتقطعها حتى هي ما كتقطعهاش هي كديرها فداك عند الثروه تما كتسهال عليها دغيا دغيا كدوزها دغيا كتهداك ما بقاش العذاب في هذا الشيء بصراحه داك عند الثروه كترحم وهذا الفقوس محكوك غادي دير له شويه ديال الزعتر وشويه ديال المزهر ياك ماما والسكر ومليحه وكيداروا هكا في زليفات كيجي بنين يا البنات بنين هانتوما كتاخذوا الفقوس اللي كيكون مشعر ماشي الفقوس اللي كيكون رطب كتقبطوه وكتحكوه ومن بعد ما كتحكوه كديروا له شويش ديال المزهر شويه ديال السنيده وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر تخلطوا كلشي كديري شويه ديال الماء كديري شويه ديال الماء الا كان قاصح كتزيدوا شويه ديال الماء الا بغيتوا تزيدوا التين ولكن من الاحسن غير هكا بلا التين لا هكا كيجي زوين كوكو حبوباتي ما بقيت صورت لكم حتى شي حاجه المهم بقينا جالسين مع بعضياتنا ضحكنا ونشطنا وكل شيء المهم ما صلحليش انني نهز التليفون كتعرفوا يلا مع لمه العائله هكا مجموعين ويلا عاد جيت لعندهم دونك ضروري خاصني هكا نجلس معاهم وهذا المهم الصراحه كي قلت لكم ما صورت لكم حتى شي حاجه ودابا جا الليل صراحه راهم دايرين سباكيتي بالكفته لاصوص بالكفته ولكن كاملين تشهينا على اساس غادي نخرجوا ناكلوا عند واحد لا عند واحد عنده بحال هكذا واحد كيوسك في على الطريق ديال الدكارات المهم شنو نقول لكم انا عقله عليه كان كنت كنمشي كناكل من عنده من شي 2002 وانا كنمشي كناكل عنده الصوصات عنده بزاف د الحاجات داكشي بنين وغزال وواعر ودابا راه العائله كامله خرجات بقات غير خالتي وماما وبابا راجل خالتي في الدار اما كلشي خرج الدراري كاملين خويا اختي مرت خويا كلشي خرج المهم وقفوا عندكم الطريق انا غنوري لكم هانتوما هذا هو اللي قلت لكم عليه ها هو شتي داك الكيوسك الصغيور شوفوا تبارك الله الصف شتو يلا واجي عندكم وقفوا شتيو وداك الشيء بنين غزال واعر ورخه ديجا من شحال هادي ما كليت عنده وقلت دابا غادي نمشي ناكل مع بنت اختي شهاتني يلا زيد لا هنايا ها هو شتي غدات القراص في اليوتيوب ما كنبينكش اي ما تخافش انا معروف بالفوطه انا نبين هيا عند حكيم
شكرا. مهم ها هو الساندويتش اللي بنين وغزال وواعر لذيذ جدا كيف ما كتشوفوا. نص ديال الخبزه فيها الصوصيت كتسوى شحال 5 دراهم وقرعه ديال العصير ب3 دراهم وليني عصير بيو ولكن هذا الشيء اللي في قلب هذا الخبز بيو. بيو حتى لعبة بيو. والله العظيم ولكن بنين الله الا بنين. المهم 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 الا جات الا الا جاتنا شي حاجه راه تجي الدار كامله وصافي. حار الله ما احول اخ. وحار بنين واعر والله حتى واعر عند حكيم. المهم شي حاجه وقعت غنمشي عند حكيم. كولونيال ايه داكشي اللي كاين qui est venu de France spécialement pour nous présenter tout ça. C'est excellent. Et vous allez voir, une fois qu'on va goûter, tout le monde va tomber dessus. صراحة بنين خالتي عندها لي بات فنين كديرهم بواحد الطريقة واعرة. مرة واحدة أخرى إن شاء الله ونشارك معكم. شنو مرة واحدة أخرى زعما أنا راني ساكنة هنايا. المهم ولكن الطريقة ديالها زوينة بزاف كدير كلشي صحيح ومن بعد كطيبو ومن بعد كطحنوه. المهم عندها شي طريقة في شكل. ومهم ومن بعد خنز وبنين اكيد هادشي بيو. شوف شو كاين جمعوا ليها انتما. شوف غير يدين كيدوروا فداك فداك لي بات. ها المجاعة المجاعة. جيبوا جيبوا الفراج. معرفتش ناكل انا. بون حبيباتي المهم دابا يلاه عاد قصاد نبانكم. المهم شنو نقول لكم غادي نتقاسم معكم هكا شي حويجات اللي جاوني هكذا كادو لبنيتاتي. المهم جوج ديال كاين جوج ديال الكادويات وحدين جابتهم خالتي وحدين جابهم خويا ومرات خويا. انا غنقول لهم شكرا بزاف ليكم. المهم ديجا قلت لهم شكرا المهم يعاودوا عاودين يتفرجوا في الفيديو. المهم اول حاجه غنبدا بها واحد البيجاما. جاتني بيجاما انا بيجاما هكذا جايه هكا كلها غوز نص كم وكلها غوز ما فيها والو. والسروال ديالها اللي كيجي على هذا الشكل ومقبوط هكذا من هنايا بهكا غوز وجاي كري وفيه هكا هاد الوريضات والجلاس ديالو مشدودين من هنايا غوز. واحد الساك اللي جاي على هذا الشكل صراحه عجبني الساك بزاف بزاف بزاف. اللون ديالو جاي كوغاي مفتوح بحال هكذاك. ها هو نقربو لكم باش تشوفوه. صراحه كيجي مزيون وفيه من هنايا السنيسله ومن هنايا السميطه. من اللور كيجي هكذا عادي ومن الداخل جاي فيه سنيسله فيه سنيسله صغيره. اما خلاص ما فيها كما فيه حتى شي حاجه وعامر بشويه ديال المكياج بزاف ديال المكياج. المهم الساك صراحه عجبني. وبالنسبه للمكياج كاينه هاد الماسكارا هادي كدير الفوليوم من عند اسانس كيف ما كتشوفوا. وكاين هاد البانسو هذا من عند حتى هو من عند اسانس هذا باش كيستومبيو هاد البلاصه هادي مي كنديروا لها لونتي سيرم. صراحه زوينه عجبتني والنيت ما عنديش انا هكا وحده صغيره اللي غادي تمشي لي في هاد البلايص ما عنديش. واحد الاي شادو حتى هو من عند اسانس جاي على هذا الشكل. بالنسبه للوينات ديالو جايين هكا مزيونين عجبوني. المهم تا هو من عند اسانس. وواحد الغوج ا ليفغ اللي تا هو من عند اسانس النمرة ديالو 40. لوك ات مي سميتو هو اللون ديالو جاي على هاد الشكل. المهم كيبان هكذا مغلوق ولكن اون فوا مي كنديرو هانتوما شوف يعني اللون ديالو بحال ما باينش كاع.
هانتوما شتيو صراحه مزيون وخلاص ريحته فن. هو جاي هكا كيبري ما جايش مات. او واحد لا بودر ها هي لا بودر تاعي من عند اسانس. هادي مراس خويا عارفاني كانت كيعجبني المكياج بزاف داكشي علاش دائما كل ما كتكون جايه كتجيب المكياج. وجابوا هادو لبوي البنات على هادشي. لا دابا المروه كدير الصداع. هاد لبوي هادو نوين جابوا المروه وزين بجوجهم بحال بحال. صاصا كوجاك و بونبون و المهم هنايا جابوهم واحد الملصقات اللي كيجيو على هذا الشكل. هادو جابوهم هادو للبنات ايوا صح. المهم وجابو هادو على شكل اللي فيهم هاد لي زالفابي شتيهم صراحة مزيونين عجبوني. هاكي يحتاجوهم في الدفاتر ديالهم الا بغاو يديروهم ولا في بلاكار ديالهم ولا شي حاجة. جابو هاد التيشيرت هدا لزينب صراحة تاهو عجبني بزاف. واحد تيشيرت لراجلي جاي هكذا جاي هنايا بحال فيه الجلد. المهم صراحه عجبني بزاف مزيون هكذا في الكحل والبيض جاي بحال كري من هنا وهكا من التحت كله في البيض. واحد تيشيرت اخر زينب و تيشيرت عاوتاني واحد اخر تاهو لزينب. زينب و زينب زينب هي لي صراحة خاصة الحوايج حيت هي المكرفيصة ما زين مكتكرفص والو. هاهو عاوتاني تيشيرت اخر تاهو مزيون. ناو كلا هذا الاورنج ديال مروة وهذا تاهو لزينب. هذا خلاص ديال البرد جاي هكذا جاي بحال كبوط وهكا من التحت هكا بحال زعما من البوس من التحت هكذا قميجة. واحد لزينب واحد لمروة. المهم شكرا بزاف ليهم اللي خطيهم. ومسكة مسكة كانت كتجيب لنا تا خالتي كانت كتجيب لنا بحال هاد المسكة. هاد المسكة كانت زوينة خضرا مذاقها مزيان. المهم حوايج واحد اخرين اللي جابت لي خالتي دايرهم لي هنايا دايرين الهجوم. هاهما جاو خالتي جابت هذا جابته لزينب. هذا اللي كيدير هكذا كيدير هكا. المهم صراحه عجبهم حيت عزيز عليهم هذا الشيء. جبت هذا وجبت هذا المروه بحال بحال. جبت لهم جوج ديال الشورطات هكذا بحال بحال عاود هكا في الصفر. هذا المروه وجبت لهم جوج ديال الكسيوات. هاد الكسيوات غنخليهم لهم العيد الكبير ان شاء الله بقى والو اصلا. هادو جبت لهم هاد الكسيوات اللي صراحه فنين والثوب ديالهم جاي ماشي قطن يعني الثوب ديال بحالش هذا الزرجي. المهم انا ما كنعرفش الثوابات شنو هذا جايه هكذا في الغوز. المهم صراحه مزيونه وفيها من هنايا هكا واحد دونتيل هكذا في الدوغي. المهم صراحه زوينه عجبتني بزاف.
وتزينب هكذا بحالها هكذا والله هكا كتشد ب هكا بواحد هات لامسكينة المهم نقول لهم من هنا شكرا بزاف ليكم ولهلا خطيكم المهم غنربط لهم الساعة ديالكم ان شاء الله عيانة باينة في وجهي بان لي عيانة فريمون عيانة وراسي شكوى الله كيضرني واخا خديت واحد افيرالكو مازال راسي كيضرني المهم غادي نشد لكم الفلوغ من هنايا وتنطلقوا ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا الى كتب الله السلام عليكم